مرحبا بكم من جديد. كثيرة هي القصص الإنسانية التي تقبع خلف القضبان من تضحيات وأثمان يدفعها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، قصص لا تحذف من الذاكرة رغم تقادم الأعوام، وإن كان قد مضى على أصحابها الأسرى 34 عاما داخل السجون. إبراهيم بيادسي، وليد دقة، رشدي وإبراهيم أبو مخ هم أربعة أسرى أمنيين أتموا في هذه الأيام 34 عاماً في غياهب السجون الإسرائيلية، رحلة باتت محفوفة بالمعاناة والألم تارة والشوق والحنين تارة أخرى. وليد ورشدي وابراهيم ابو مخ وابراهيم بياتسي 34 عام بالسجن، هو لا شك مأساة بكل المعاني، هي مأساة لهم لانه انت بتقدر تعتبر انهم لم يقضوا في الحياة اكثر مما قضوا بالسجن، حافظوا على انفسهم داخل السجن من حيث انه قضية المواجهة المستمرة، الصلابة، التوعية، التثقيف، الدراسة. 21 عام أنا مع وليد، إحنا عملنا عقد قران داخل السجن. وليد كان صار له 10 سنوات بالأسر لما أنا تعرفت عليه من خلال شغلي ونشاطي بجمعية أنصار السجين. وليد من الأسرى اللي قدم حاله لشعبه وعرف حاله بشعبه بمساهماته الفكرية المهمة جدا، يعني وليد صاحب الزمن الموازي وصاحب سهر الوعي. زيارتي لوليد كانت الأحد الماضي، والزيارة هاي تزامنت مع دخوله 34 عام بالسجن مع ذكرى اعتقاله 34. احنا متعودين عليه يعني انه انسان معنويا جدا جدا صلب وجدا قوي، من ناحية يعني احنا مستمد منه يعني القوة والمعنوية. اللي بيعرف الحجة فريدة كيف كانت، وللأسف الشديد كل هاي السنين التعب والركض كيف هدت صحتها، يعني شيء بدمي القلب فعلا. يعني أنا يعني 3-4 سنوات وليد ما زارهاش، هي ما بتقدر تزوره، ووليد ممنوع إنه هي تزوره زيارة خاصة اللي يقدر يلمسها يحضنها. أنا وليد يعني حلمنا فترة طويلة بأنه يكون عندنا طفل، وقدمنا للمحكمة 12 سنة أمام المحاكم الإسرائيلية وجوبهنا بالرفض. وليد عنده حلم أنه يكون عندنا طفل، وحتى عنده اسم للطفل، ميلاد. بعد 34 عام بالسجن وليد ورفاقه، الأمنية هي أنه وليد يكون حر وإنه يكون عندنا ميلاد.